تستبدل الهامر بفرنة. هو مش الفرنة دي كوري؟ ما اللعبة كوري. ايوه كوري. تلم المتعوس على خيب الرجا شوية فشلة. اوعوا تسمعوا للنقد الهدام ده، احنا هنرده عليك يا كبير، بس ردنا هيكون في ارض المعركة. ردنا هيكون زمر زمر ما اخرة الزمر. طيط 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 ادرس بسم الله ما شاء الله، فرقة تقيلة صح صح. وحوش يا كبير، ده احنا صبرنا ونقلنا. ربنا يخليك. ما لقيني الشرط كابتني عشان يلبسوها لك. تسلم تسلم. أمانة الله يا كبير اكتمل الدريم تيم. جنابك أسطورة من أسطورة. خلاص عاد كفاية تطبيل، وفر الطاقة دي. فرقة الوحوش. إيه أهم حاجة عشان نحصل على الفوز؟ المدرب. الله الله، هو ربنا يكرمكم عشان الحتة دي. وحشتوني. دلوقتي جه ميعاد مسابقتنا التالتة، وفي المسابقة دي هنلعب كيكة على العالي. ايه كيكة على العالي دي؟ سيم كيف الفلة في المنافلة؟ تكونش يا كبير الترصة ام 14 دور اللي اخرها العريس والعروسة، اللي هي بتنزل بعد الفقرة بتاعت تيريري. تحشم يا تحشم. ايوه هي دي اكبر كيكة انا شفتها. يا صناديق دي شكلها صناديق كيك فعلا، بس فين اللعبه في الجاتوه؟ تقريبا يا كبير كده الدبل كيك اللي باخدها على الطاير دي. دبل كيك ايه؟ لا في كوره ولا في جوة. لا ايه صح يا كبير، خبر جنابك كيك على عالي دي رياضه قديمه واندسلت. كيكه مفرد كيك ضربه واحده، كيكه على عالي في الوش. اه صح. يعني لعبه ضرب وقتال. ايوه ده انتوا حد انا صحنوك صح. ايه ده احنا عيلتك، انت نسيت اننا ولدك؟ بلا ولدي بلا بلدي، على راي المثل ان جالك الكيك حط ولدك تحت رجليك. ايه ده ما فيش مثل كده. فيه واضح كده انكم مش عارفين هي بتتلعب ازاي. لا ده هي الفرقه دي بس اللي ما عارفاش، الباقي عارف عادي. عموما انا هوضحها لكم، في المسابقه دي كل فرقتين هينزلوا جوه الملعب، والحراس دورهم ان هم يجروا وراهم ويحاولوا يمسكوه. ايه المياصة دي؟ وكل لاعب علشان ما يتمسكش يقف فوق صندوق ويقول كيك على العالي، واللاعب ما يقدرش يقف فوق الصندوق اكتر من 10 ثواني، والفرقة اللي هتفضل مكملة الوقت كله هي اللي هتكسب. ولو الوقت خلص وواحد بس من الفرقة ما كانش واقف فوق الصندوق الفرقة كلها بتخسر. وخلوا بالكوا اللعبة دي محتاجة رشاقة ولياقة. دقيقة، يعني اللعبة دي محتاجة رشاقة ولياقة وخفة. وخفة وخفة. ها أدرس تعال بس بدل. نبدل التيشيرتات؟ قاعد أنا بلبس إكس لارج يا بدل أماكن. لا أنا عجباني فرقتي، خليك أنت فرقتك التقيلة وخيبتكم التقيلة. إيه أنا أقصد تقيلة دي يعني كاريزما مش تقيلة. طيب يعني إحنا بلد محافظ محافظ، ما ينفعش دي عيلتي وأولادي. وأنا مش غريب يا كبير، أنا مين يا ولاد؟ بابا هجرس. واه جاك بو لما يبقى يشبحك. لا ما تفهمش غلط يا كبير، بابا هجرس دي نيك نيم كيف بابا دونز. وبابا دبلس؟ أيوه صح. طب أنا هعمل معاك دير. إيه؟ أنا هديك فزاع ونص أشرف. إيه نص أشرف دي؟ حديهولك حديهولك، وهاخد مربوحة وطبق سلطة. يلا يلا مربوحة تعال. لا أنا أسأل الكوتش بتاعي الأول. أيها القائد. أيوه. أروح. تروحي فين؟ وعيالك والتدريبات والخطط اللي احنا عملناها. ايوه انا ما هسيبش عيالي. بس انت مش امي وانت ما ضربتناش على حاجه. اعوذ بالله، خد الواد ده يا كبير. ما هو تقيل برضك. عظيم. طب بقول لك ايه؟ هديك اشرف كله. خلاص الميركاتو قفل يا كبير. وعيد البولوبيف. خلاص خلصنا بقى. ودلوقتي اول فرقتين من على الشمال هما اللي هينزلوا الاول. يلا. بتعمل لي فيها محمد فؤاد؟ يا
قلت لك يا كبير، قلت لك كيك على العالي ضربه واحده ضربتين تطلع بره. انت لسه مكمل في الفتح؟ لسه مكمل؟ ما شرح لعبه ثانيه من اساسه، هم يلعبوها قدامك يعمل البصر والبصيره. ايه ده؟ جاهزين يا كبير؟ انا جاهز، بس الله يرضى عليك عندي وتر اكيلس وانا طالع يدك معايا. وانا يا كبير عندي فوبيا من المرتفعات. انت المفروض يكون عندك فوبيا من المنخفضات يا اشرف. يعني انا لوحدي. دموع الفرح يا كبير، دموع الفتاق. تعرف يا كبير، انا اخر حد شن في حضنك دي كان امه الله يرحمها امبو.